أين اليقين يا مسكين؟ أين اليقين؟ الدين ليس كلاما، الدين ليس لعبا، الدين ليس أماني وخدعا، أماني وخدع وكلام على المنابر وفي المحافل وفي المنتديات، لا. والدين ليس دعاوى تدعيها أمام زوجك وأولادك وأصحابك وإخوانك وتلامذتك. الدين حقائق بينك وبين الله تبارك وتعالى، حقائق أيها الإخوة. مبعثها ومثارها اليقين الرازق الثابت. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا استحسن شيئا من ماله وأحبه لأنه طائل ومجد وعظيم تصدق به. هكذا كان مال عظيم شيء كبير يقول لله. أمر مرة أن تشترى له جارية حسناء من سبي جلولاء، فاشتريت له بمال عظيم، فلما رأها كذا أعجبته فقال أنت حرة لوجه الله تبارك وتعالى مباشرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النار تتقى بالصدقات أكثر ما تتقى، أكثر ما تتقى جهنم بالعطاء بالكرم. وانتبهوا، أنا لا أتحدث عن الصدقات فقط، أتحدث عن العطاء، أن تعطي أهلك وولدك وأبناء عمك وأبناء خالتك وصديقك وجارك وإخوانك، كله عطاء وكله مقبول وعظيم عند الله. بعض الناس لا يعطي إلا صدقة، لا يعطي إلا فقيرا أو محتاجا. لما لا تعطي أرحامك؟ لما لا تعطي إخوانك وأشقائك وأخواتك؟ لما تعطي أصدقائك وجيرانك وأحبابك؟ لما يا بخيل؟ لما يا كزاز يا قصير اليقين؟ لما؟ سيبخل عليك،